اسمعي يا بنتي، إذا عزمناه اليوم على العشاء هذا مو معناته إنه وافقنا. هالعزيمة من شان تحكوا مع بعضكم. ما بتعرفي، بجوز بعدين يطلع غير هيك ويكون براسه شي تاني. تمام عمي، خلص فهمت عليك. شو ممكن يكون في عمي؟ يعني لو ما السيد خليل بحبها لسوزان ما كان طلبها للزواج. شاهيناز عم تحكي مزبوط عمي، خليل بحبني بجنون. الشباب وقت بدهم يلعبوا على حدا ما بيطلبوا لزواج رسمي، بيضلوا بيتسلوا خلص. ما عم نشوف شغلات كتير هالايام. معك حق والله يا بنتي. سوزان، ما فكرتي شو بدك تلبسي اليوم؟ اذا في شي بده قوي او تظبيط قولي لامينه تجهزه. لا يا روحي، ما في زوم. هلا بشوف اي شي بالخزانه وبلبسه وخلاص. لا معقول هيك حياتي؟ لازم تلبسي احلى شي عندك، وظبطي شعرك كمان، وحطي شويه مكياج مشان يضوي وشك بالقعده، واذا ما عندك مكياج استعملي من عندي. ايه هلا بجهز حالي. اوكي يا روحي. الله يختار للي فيه الخير. ان شاء الله خير عمي ان شاء الله. انت محمله؟ قصدي انه لازم هلا نفرح لها وما ننزع هالليله بشكوك مانا بمحلها. ما معك حق. سامي وسعيد تاخروا ما اجوا، يعني اذا وصل السيد خليل قبلهم ما حلوه بحقنا. ان شاء الله ما يتاخروا. سعيد ما فيني اضمن تصرفاته، بس سامي ما بيعمل هيك شيء. رح كمل تحضير السفره.